عليكم، عاملين ايه يا رجاله؟ النهارده رجعنا بفيديو جديد هو حل السي اف ايرور. ايرور اللي بيجي طبعا اول ما بتخش على الروم في اللعبه بيجي لك ايرور ايه. فهنعرف الحكايه دي ليها حلين بس. اول حل ان انت تمسح اللعبه من عندك خالص وتحملها من النت، طبعا دي بتاخد وقت طويل جدا. والحل الثاني اسهل شويه، الحل الثاني لو لقيت واحد صاحبك مثلا عنده اللعبه شغاله حلو خدها منه وهتشتغل عندك برضه. ماشي، حلين دولت مفيش غيرهم لحل الايرور حاليا. بس هو ده الفيديو اللي انا كنت جايبه لكم النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشوش اللايك ودعموا زر السبسكرايب عشان نقدر نفيدكم وننزل فيديوهات اكتر. سلام.